والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوامخ واعزفي للحال للجيش المناضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي المشاهدين والمتابعين، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. ها نحن نلتقي وإياكم مجددا مع مواضيع وأحداث جديدة نسلط من خلالها الضوء عن النجاحات التي حققتها قيادة شرطة محافظة حجة ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة مأرب، بالإضافة إلى المهام والواجبات التي تبديلها قيادة قسم شرطة الروضة في محافظة مأرب. نتمنى لكم طيب المشاهدة والمتابعة، فأهلا ومرحبا بالجميع. إنجازات ونجاحات ومهام أمنية عظيمة تؤديها قيادة شرطة محافظة حجة مع مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية. حول تلك المهام والإنجازات التي تؤديها قيادة شرطة محافظة حجة نتابع وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في فقرتنا التالية مع الحوار الذي أجريناه مع مدير عام شرطة محافظة حجة العميد أمين عبد الحجوري، فكونوا معنا. حياكم الله إخوتي المشاهدين والمتابعين من جديد في برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في هذه الفقرة التي سنكرس من خلالها الضوء عن الجهود والأدوار الوطنية العظيمة التي تؤديها قيادة شرطة محافظة حجة بقيادة العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة المحافظة مع مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية، وهي تعزز السكينة العامة وعملية الأمن والاستقرار في المديريات والمناطق المحررة في محافظة حجة، وعلى رأسها مديرية حيران وحرض وميدي. في هذه الأثناء نقترب وإياكم أكثر لنتعرف عن تلك الأدوار الوطنية من خلال مدير عام شرطة المحافظة العميد أمين الحجوري. بداية العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة محافظة حجة، نحن سعداء بلقائك هنا معنا في برنامج دروع الوطن، ونود من سيادتك أن تضعنا في المحور الأول والإخوة المشاهدين أمام الوضع الأمني بشكل عام الذي تشهده المديريات والمناطق المحررة في محافظة حجة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بكم في يومنا هذا. طبعا الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة كما أفدنا لكم يعتبر أكثر من مرة، أوضاع المناطق المحررة أكثر المناطق ملقمة بالألقام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، ونحن ساعين مع مسام بإذن الله عز وجل على أساس أنها تعمل يعتبر على إزالة هذه الألقام. في فرق هندسية تبع المنطقة العسكرية الخامسة وتبع يعتبر أحيانا من السلطة المحلية ومن غيرها تقوم ببعض الأدوار البسيطة التي تنتزع الألقام هذه، وعمليات يعتبر الإصابات التي تحصل للمواطنين وكذلك للحيوانات التي الماشية معهم. أكثر في أكثر الأسابيع لدينا احنا تقارير أسبوعية وتقارير يومية ترفع إلى وزارة الداخلية، بنرفع فيها الإصابات التي تحدث أحيانا للنساء أحيانا للأطفال أحيانا للمواشي أحيانا
للجمال تام التابعة لهم كان. فالوضع الأمني هناك يعني تقول نوعا ما صعب، ونحتاج إلى مؤسسة إلى مسام على أن تقف معنا موقف تنتزع فيه يعني أغلبية البيوت وأغلبية المناطق السكنية التي كان يسكنها أبناء مديرية ميدي بالذات، تم تدميرها من قبل الميليشيات، تم زرع غوات ناسفة في أماكن البيوت التي تم تدميرها فيه، ولذلك معنا خطوط معينة محددة ومعلمة بعلامات لا أحد يستطيع أن يتجاوزها حتى يتم انزاع هذه الألغام. نعم. طيب سيادة العميد أمين عبدو حسن الحجوري، يوم أمس عقدتم لقاء موسعا بقادة الوحدات والأجهزة الأمنية وفروعها في محافظة حجة، أبرز محاور هذا اللقاء الذي تم من خلاله وعقدتمه بقادة الوحدات والأجهزة الأمنية؟ طبعا نحن في خلال الفترة السابقة سعينا بإذن الله بتوفيق الله عز وجل من أجل إنشاء الإدارات المختصة الهامة في شرطة محافظة حجة، وخلال الأشهر الماضية بذلنا جهود كبيرة ومضنية من أجل عملية التأسيس وقطعنا شوط كبير جدا. يوم أمس كنا على يعني نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، تمام، وقفنا نحن والأخوة مدراء الإدارات والضباط تام في إدارة أمن حجة حول كيفية الارتقاء بالعمل الإداري والأمني بالشكل المطلوب، تمام، على أساس أننا نريد أن نؤسس لمؤسسة أمنية تستطيع أن تواجه التحديات وتواكب المتغيرات والعصر الحديث، تمام. مما طرحته على الأخوة مدراء الإدارات أمس وخرجنا به أننا إذا أردنا أن نبني اليوم مؤسسة أمنية يجب أن نبنيها لمئة سنة قادمة، نعم، وإلا تام يعتبر مه التعب سيكون نفس التعب، تام يعتبر مه الإشكالية التي لدينا في الجمهورية اليمنية هي إشكالية أمنية كبيرة. لو كان الأمن والمؤسسة الأمنية قائمة بدورها بالشكل المطلوب لما حصل ما حصل، تام، ولا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. لذلك اليوم إحنا تام أمام مهمة تاريخية لهذا الوطن، ويعني مسؤولية أمام الله عز وجل بداية ثم أمام هذا الوطن وأمام هذا الشعب، من أجل أن نبذل كل ما يطلع بأيدينا من أجل تأسيس المؤسسة الأمنية بالشكل الصحيح. نعم. في هذا الاجتماع سيادة العميد أمين عبدو الحجري ركزتم بدرجة رئيسية على أهمية أو عملية التأهيل والتدريب لمنتسبي الوحدات والأجهزة الأمنية، كيف تقرأ لنا هذه الأهمية لعملية التأهيل والتدريب للعيون السائرة؟ عملية التأهيل والتدريب هي الركيزة الأساسية لأي مؤسسة ولأي جهاز، تمام، إذا لم يكن هناك تدريب لن تكون هناك نتائج، تمام، صحيحة. نحن مهتمين بعملية التدريب بشكل كبير جدا مع قيادة وزارة الداخلية، معنا ولله الحمد مركز تدريبي تام قامت به وزارة الداخلية وأنشأت، وهذا عمل لنا شيء كبير جدا كنا نفتقر إليه، وما نستفيد منه اليوم أشياء كبيرة جدا لا يمكن أن يتخيلها تام يعتبر أي أحد. نعم. بالنسبة لجهوزية قيادة شرطة محافظة حجة مع مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية للمرحلة القادمة؟ أنا أريد أن أركز هنا، تمام، هذا السؤال مهم جدا، تمام. الدولة هي منظومة متكاملة، كل مؤسسة فيها تقوم بدور معين، فالجيش يقاتل، والأمن يؤمن، والصحة تداوي، والتربية تعلم وتربي، والإعلام يوجه ويرشد ويقوي المعنويات، وكذلك بقية مؤسسات الدولة. فلا يمكن على أن تكتمل تام منظومة الدولة إلا بقيام تام كل مؤسسات الدولة كلا بما هو في اختصاصه ومهامه تام حسب اللوائح
المحدده له تام يعتبر ما في في اللائحه الداخليه لكل جهاز. نعم ذكرت هذا التكاتف والتآزر في المحور السابق، كيف تقرا لنا عمليه التكاتف والتنسيق والتعاون المشترك بينكم انتم في شرطه محافظه حجه وايضا قياده المنطقه العسكريه الخامسه مع مختلف الالويه والمحاور العسكريه؟ التعاون والتنسيق تام هو ركيزه اساسيه، والا لن يستطيع احد ان يقوم بدوره. نعم. وعمله، لانه انت في الامن حريص على انه الجيش يستطيع يقوم بمهامه، وكذلك الجيش حريص على انه يؤمن من خلفه تام. والتنسيق في هذا الجانب لله الحمد منذ البدايه، منذ ان انشانا تام يعتبر ما الامن تام في المناطق المحرره، تنسيق جيد وعلى اعلى مستوى، وقيادة الخامسة ايضا تام بتبذل جهود مضنية تام معنا تام في كثير من الجوانب المهمة، وكذلك في كثير من المهام التي نتولاها، لاننا كما تعلمون نحن الان في يعني اول ما بدأ اليمنيون اسسوا كلنا نحن تام، وانا كنت ضمن هذا الشيء تام، اسسنا الجيش جميعا تام بجهود وبايدي جميع اليمنيين. فاليوم نحن ساعين تام على اننا نؤسس المؤسسه الامنيه في الجمهوريه اليمنيه باذن الله عز وجل، مثل ما اسسنا يعتبر الجيش، وهذا يحتاج الى ترابط الجميع وتكاتف جميع مؤسسات الدوله واجهزتها وجميع وكل الاحرار والشرفاء في الجمهوريه اليمنيه. نعم. بالنسبه لدور قياده وزاره الداخليه تجاه العيون الساهرة في شرطة محافظة حجة، كلمة أو رسالة تود أن تبعثها عبر البرنامج لقيادة وزارة الداخلية على متابعتكم أنتم في شرطة المحافظة؟ نشكر قيادة وزارة الداخلية، ونتمنى أن يكون هناك مزيد من الجهود في إسنادنا للقيام بواجباتنا ومهامنا المناطبنا جميعا. فيه جهود ونحتاج إلى زيادة يعتبر ايش تام يعني الاجراءات وايجاد حلول تام الاشكاليات وضعناها عليهم، ووعدونا باذن الله عز وجل انهم سوف يعملون على حل هذه الاشكالات، لاننا يعني نحن في شرطة محافظة الحجة للأمانة لدينا قوة عسكرية من افراد وضباط ليسوا لا اعتقد انهم موجودين تمام يعتبر بشكل رائع جدا، لا يمكن ان يصدقوا انسان في مثل هذا الزمان في مثل هذا الوقت الذي الان نحن نقضيه. لو تتخيل انه احيانا 6 سنوات او 4 سنوات لبعض الافراد وبعض الضباط وهم مناضلين ولم يستلموا تمام يعتبر حتى يعتبر ولم يعززوا ماليا، لم يعز يعتبر تعطى لهم اي شيء، وما زالوا صامدين وواقفين، وهذا شيء تام يعتبر ما انا وعدت تام كل فرد لدي تام يعتبر ما وقف تام في هذه المرحله السابقه، انه ان كانت هناك كليات عسكريه او كان اي تاهيل تام في اي جانب او اختصاص ان الاولويه لكم، ولن اذهب الى غيركم تام ما دمتم تواجدتم في المرحله السابقه والمرحله الصعبه التي مررنا بها تام. في نهاية هذا اللقاء سيادة العميد أمين عبد حسن الحجوري مدير شرطة محافظة حجة، كلمة تود أن تبعثها للقيادة السياسية وأيضا لقيادة وزارة الداخلية والعيون الساهرة المرابطة في الثغور والسهول والجبال على امتداد مواقع الشرف والبطولة في محافظة حجة؟ نتقدم أولا إلى مجلس القيادة الرئاسي وإلى الحكومة تام أننا نؤكد لهم أننا معهم وإلى جانبهم، وعليهم أن يقوموا بالواجبات المناطة بهم على أكمل وجه، وأننا سنضحي بأرواحنا إن اقتضى الأمر من أجل إخراج اليمنيين مما يواجهونه ومما يحصل معهم، ونتمنى أن نستطيع أن ننتصر على الإخفاقات الموجودة لدينا لننتصر على عدونا وعلى الميليشيات كلها برمتها، وأنا أثق أننا سننجح وسنخرج من هذا الوضع بهذا الأداء وبزيادة واستمرار الجهود التي يمكن أن تقدم
على أساس أنه لا يفصل بيننا وبين النصر وبين الخروج مما نحن فيه إلا زيادة في الإجراءات، إلا اتخاذ مواقف صارمة أحيانا في بعض النقاط التي تحتاج إلى ضبط تام. وإلى وكان اليوم الأول تام في اجتماع اللجنة الأمنية كان شيء رائع جدا، وأنا أعتقد أن هذه أكبر نقطة اليوم نحن نحتاجها لتفعيلها. ونحن مع القيادة السياسية ومع الحكومة ومع وزارة الداخلية تام في كل ما يروح علينا، ومستعدين على أننا نبذل كل قالي ورخيص من أجل أن نخرج من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني. نعم. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، بهذه الرسائل التي توجهها قيادة شرطة محافظة حجة بقيادة العميد أمين عبد حسن الحجوري للقيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية وإلى جميع أبناء الشعب اليمني، والتي تؤكد من خلالها استمرارها في عملية تأهيل منتسبي وزارة الداخلية من منتسبي شرطة محافظة حجة، وأيضا مشاركة إخوانهم في القوات المسلحة على امتداد مسرح العمليات العسكرية والقتالية في محافظة حجة حتى استعادة الثورة والجمهورية من قبضة ميليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية. مهام وطنية عظيمة تؤديها قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة مأرب، وهي تقدم خدماتها للإخوة المواطنين الوافدين إليها من مختلف المحافظات والمناطق اليمنية، وذلك لاستخراج قطع وثائق جوازات السفر. في فقرتنا التالية نتابع وإياكم مزيدا من التفاصيل من خلال الحوار الذي أجريناه مع مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة مأرب العميد عبد الله حسين الأحمر. مهام وطنية عظيمة وإنجازات مستمرة تحققها قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هنا في محافظة مأرب من خلال تقديمها للخدمات الكبيرة للإخوة المواطنين الوافدين إلى المحافظة من مختلف المحافظات والمناطق اليمنية، وذلك لاستخراج وثائق جوازات السفر. حول تلك المهام وأيضا الإنجازات والنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية، يسعدنا في هذه الفقرة أن نستضيف سيادة العميد عبد الله حسين الأحمر مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هنا في محافظة مأرب. بداية سيادة العميد عبد الله حسين الأحمر مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هنا في محافظة مأرب، نود من معاليك أن تضعنا والإخوة المشاهدين في مستهل هذا اللقاء عن المهام والأدوار الوطنية التي تؤدونها هنا في خدمة المواطن بدرجة رئيسية. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم ونشكركم على اهتمامكم بتفقد ما نقوم به وكذلك ما نقوم به حتى يكون على العمل وبادئ ذي بدء. ننقل تحياتنا لقيادتنا السياسية الممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد بن محمد العليمي ونوابها الكرام. نعم. ونخص بالذكرى نائب رئيس المجلس الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة الذي لنا اهتماما ومتابعة في الجوازات ويعتبر من المؤسسات الذي يألو له اهتمام خاص. نعم. في متابعة كل الإجراءات التي نقوم بها. فنقول الشكر كذلك لوزارة الداخلية متمثلة اللواء إبراهيم بن علي حيدان والوكيل محمد بن سالم بن عبود الشريف وكذلك قيادة مصلحة الهجرة والجوازات الذي كذلك يلو الاهتمام الكثير اللواء محمد بن عبد القادر الرملي وكذلك وكيل المصلحة عبد الجبار سالم. نشكرهم شكر جزيل يعني على دعمهم واهتمامهم يعني بالمصلحة. والأدوار يعني باينة للعيان. نعم. هي تقديم الخدمة بأسهل أو حينما نقول جودة الخدمة. ونحن نقوم بتقديم الخدمات بشكل عام لجميع المواطنين ونقوم بتسهيلها بأبسط الأشياء. أهم حاجة عندنا يعني صحة البيانات للمواطن. نعم. وبعد ذلك نسهل جميع الإجراءات حتى الحمد لله رب العالمين عندنا قسم الرجال منفصل قسم النساء منفصل يعني عملية سلسة جدا جدا. في الصالة الرجال يدخل يقدم يعني تصوير المكان بجواره فحص تسديد الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني توفيق الله سبحانه وتعالى وجميع النواب الذي معي في المصلحة أشكرهم شكر جزيل يعني على ما يقومون به وكذلك اهتمام القيادة السياسية بذلك. نعم. وفي كذلك يعني قسم النساء نفس الحال الحمد لله رب العالمين مسهلة وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورضاء عنا فالأمور بتصير سلسة. وكذلك نألو اهتماما الحالات الطارئة. نعم. هذا يعني نألو اهتماما وعلى الإدارة حتى الفنية نشكر والله ان احنا نحن وإياهم ليلا نهارا حتى حتى لا قبيل صلاة الفجر والله ذكر بالطلع على كل شيء. نعم. فأشكرهم الشكر جزيل يعني ما هي جهودي يعني فردية ولكن يعني جهود الفريق كامل. نعم. فالشكر للجميع الحمد لله رب العالمين. طيب سيدة العميدة عبد الله حسين الأحمر لا شك من خلال هذه الأدوار والمهام التي تؤدونها هنا مع طاقمكم الفني المختص في مصلحة الهجرة والجوازات قد حققتم إنجازات ونجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية. لو تضعنا والإخوة المشاهدين والمتابعين أمام هذه الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية. والله يعني تم تحقيق يعني أشياء كثيرة يعني لو تجي للإنجاز مثلا في عام 23 كان يعني عدد الجوازات ما يقارب 91,500 جواز. ويعني قلنا للآن احنا في حوالي 82,000 جواز يعني في 24 ممكن توصل أو تتجاوز 100,000 هذا العام. نعم الحمد لله رب العالمين. ويعني حتى في هذه الأيام يعني شهر 10 هذا أكتوبر نوفمبر يعني إقبال غير عادي أظن بسبب موسم الحج وكذلك العمر وتمديد العمر. ونشكر الأشقاء كذلك يعني لتسهيل المغتربين فهذا يسهل كثير العوائل هذه يعني الأيام يعني تجي النساء بالأولاد عوائل كثيرة. وهذا دليل يعني ان المملكه قيادة المملكه تسهل للمغتربين فهذا يجعلهم كلا يريد اهله. اهلا. نعم. فالناس بجو هذا والله نؤلي الاهتمام يعني احنا لما تجي العوائل نقول احنا يعني اكثر حاجه نهتم حتى وصول هذا المراه واولادها الى زوجها. نعم. وهذا شيء مشروع بسيط الحمد لله رب العالمين نقوم به اهتمام كثير.
والحمد لله رب العالمين تم تسهيل وحتى وترتيب يعني قسم التسليم عملنا له يعني قسم منفصل لحاله والحمد لله حتى في التسليم والله انه يداوم من بعد الفجر بعض الناس جو يقولوا زحم كدي في بعض الحين والله انه جاء الرئيس القسم من بعد صلاه الفجر ونرجع بعدها من بعد صلاة العصر إلى الساعة 8 والذي بيجي حال الدارة والله نحن نجي له نص الليل لا جاء وقت جواز هذا ويقول مستعجل نخرج نص الليل ونجي من البيت ونرسل المختصين الحمد لله رب العالمين. طيب هذه الإنجازات والنجاحات التي تحدثت عنها لا شك أنها تأتي بدرجة رئيسية في ظل الاهتمام والرعاية المستمرة التي توليها قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء الركن إبراهيم حيدان وأيضا بتوجيهات ورعاية خاصة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة. كلمة تود أن تبعثها في نهاية هذا اللقاء لقيادة وزارة الداخلية وأيضا لقيادة السلطة المحلية هنا في محافظة مأرب. الكلمة نشكره بالشكر الجزيل على اهتمامهم ومتابعتهم في ما نقدمه وكذلك في تقديم أفضل خدمة أو ما نقول جودة الخدمة. نعم. يعني يتابعونا بشكل مستمر يعني أهم حاجة المواطن. المواطن بدرجة. يعني المؤسسة تجي لخدمة المواطن. نعم. أنتم ما تريدوا بأن أوفر لكم لكن المواطن هذا تكون تخلوه جل اهتمامكم حتى يعني الحالات الطارئة لها اهتمام خاص. فنشكرهم شكر جزيلا ل يعني للشيخ سلطان بن علي العرادة اهتمام الله يرضى عنه فبيض الله وجههم جميعا. هذا مش وسع من عنا والله ما نديها لا مراءة ولا يعني تزلق وإنما يعني كلمة حق لله. نعم. بيض الله وجههم من الأرض إلى السماء على اهتمامهم ومتابعتهم وكذلك رئاسة المصلحة بأمانة يعني توفير يعني هذا الحال توفرون الجوازات بشكل يعني كثير وقد أنجزنا جميع الأشياء ما قالنا إلا شيء بسيط الحمد لله رب العالمين حتى بنقوم بإنجازها. فنشكرهم الشكر الجزيل والنائب الرئيس القيادة الرئاسية الشيخ سلطان بن علي العرادة وكذلك وزير الداخلية يعني اللواء إبراهيم بن علي حيدان والوكيل محمد بن سالم وكذلك رئاسة المصلحة بقيادة اللواء محمد بن عبد القادر الرملي والوكيل اللواء عبد الجبار سالم. نشكرهم الشكر الجزيل ونقول رضي الله عنهم جميعا على اهتمامهم ونحن نعاهد الله ونعاهدهم أننا على الدرب ولن نمل ليل نهار وإن شاء الله وربنا هو المعين نحن الله يعلم ما في قلوبنا والله هو المعين والمسهل لكل شيء والحمد لله رب العالمين. ونشكركم أنتم الشكر الجزيل على اهتمامكم ومتابعتكم حتى منتظرين لهذا الوقت فأنتم السبب لإيصال هذا الشيء وهذا جهودكم وهذا يعني نشكركم الشكر الجزيل خاص فأنتم النور الإعلام هو النور وهي الرسالة في يعني نعم هم الرسالة والنور الذي حتى يعلم المجتمع ما يقوم به المؤسسات. نعم. يعني في محافظة مأرب بنقوم بأعمال جبارة حتى يعلموا أن احنا نمثل دولة. نعم. لا نقول شخص ولا شيء والحمد لله رب العالمين الناس يروا بأعينهم. نعم. لا تزلق ولا شيء وإننا نمثل دولة بالمعنى الصح بإذن الله وهذا الذي نعاهد قيادتنا السياسية أننا نمثل الدولة التمثيل الصح صح. وشكرا جزيلا لكم باسمكم. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر سيادة العميد عبد الله حسين الأحمر مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هنا في محافظة مأرب على إطلاعنا وإياكم عن كل المعلومات والتفاصيل وأيضا الجهود العظيمة التي تقدمها قيادة فرع مصلحة الهجرة والجوازات مع جميع منتسبيها من فنيين ومختصين تقدمها للإخوة المواطنين الوافدين إليها من مختلف المحافظات والمناطق اليمنية وذلك لاستخراج قطع وثائق جوازات السفر.
نرحب بكم ونشكركم على اهتمامكم ونزولكم نستمر الدؤوب إلى المرافق الحكومية لتظهروا يعني وتبينوا طبيعة عملهم وإنجازاتهم التي تخدم الشعب اليمني بالكامل. وبالنسبة لعملنا الحمد لله نقوم بعملنا على أكمل وجه ونستقبل جميع أبناء الجمهورية من جميع المحافظات على جميع فئاتهم الشيبة والشاب والنساء والأطفال ونقدم لهم الخدمات على أكمل وجه. ومن جاء إلينا وإجراءاته مكتملة وصحيحة وقانونية وثائقة يحصل على جوازه بكل سهولة ويسر. والحمد لله عملنا يعني عمل نظام النافذة الواحدة وقسمنا العمل إلى قسمين، قسم خاص بالعوائل هذا خاص بالنساء كامل الطاقم مع العوائل اللي يحضروا عندهم، وقسم خاص بالرجال. وقمنا بعمل نظام النافذة الواحدة بحيث عندما يحضر المواطن وثائقه مكتملة وصحيحة وقانونية يتم التوجيه له ويبدأ من كابينة الإدخال وبعدها كابينة الفحص وبعدها كابينة تحويل الصندوق والتوقيع الأحمر ويدفع الرسوم. نظام النافذة الواحدة يعني ما تستغرق المعاملة في حدود 7 دقائق 8 دقائق يعني بالكثير، فيتم إنجاز يعني لا يقل عن 400 معاملة في قسم العوائل و400 معاملة في قسم الرجال، يعني في يعني كحد متوسط ولا يصل إلى مثلا 1200 في اليوم إنجاز. وعندنا يعني إمكانيات حتى لو حضروا 2000 مواطن الكادر يعني مؤهل على أكمل وجه ويؤدوا عملهم بكل جد واجتهاد، ولنا الفخر ونعتز ونفتخر أن احنا نخدم الجمهورية اليمنية بالكامل في هذا الظرف الحساس الذي تمر به الجمهورية اليمنية. وأمورنا تمام ونشكر المصلحة، مصلحة الهجرة والجوازات ممثلة باللواء محمد عبد القادر الرملي، يعني متعاونين معنا بكل ما يخدم المواطنين بتوفير الدفاتر بالموافقات جميع الحلول، يعني متعاونين معنا يعني على أكمل وجه. ونشكر القيادة، نشكر بقيادة المحافظة بقيادة اللواء سلطان بن علي العرادة نائب قائد المجلس الرئاسي محافظ المحافظة، يعني لأنه مولي لنا اهتمام وتعاون كبير، وإحنا الحمد لله نقوم بعملنا على أكمل وجه.
مهام وطنية عظيمة تؤديها العيون الساهرة في قسم شرطة الروضة في محافظة مأرب، وهي تبذل تلك المهام وتؤديها في سبيل خدمة المحافظة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء من جديد في هذه الفقرة التي سنخصصها لتسليط الضوء عن المهام والواجبات والأدوار الوطنية وأيضا الإنجازات والنجاحات التي تحققها قيادة قسم شرطة الروضة هنا في محافظة مأرب. حول هذه المحاور يسعدنا أن نستضيف الرائد عبد الله أحمد عثمان مدير قسم شرطة الروضة كي يضعنا وإياكم أمام أما تلك المهام والأدوار الوطنية وأيضا الإنجازات. بداية الرائد عبد الله أحمد عثمان مدير قسم شرطة الروضة، نود منك في مستهل هذا اللقاء أن تضعنا والإخوة المشاهدين والمتابعين أمام المهام والواجبات التي تؤدونها هنا في قسم شرطة الروضة. في البداية حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نحن سعيدين أن نكون معكم اليوم في قسم شرطة الروضة لنقل بعض الإنجازات وكذلك أيضا بعض المعاناة، ونقول أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. في البداية يا أخي لا شك أن هناك نجاحات كثيرة، نجاحات في كل المستويات، سواء في المستويات الأمن العام، السكينة العامة، وكذلك ضبط الخلايا، ضبط المجرمين، القضايا الجنائية التي يقوم بها قسم شرطة الروضة كثيرة، وهناك مهام كثيرة موجب أن هناك ضغط سكاني كبير متزايد على المحافظة. نعم. اختصاص قسم شرطة الروضة فيه ما يقارب حسب تقريبا ما يقارب 800,000 نسمة، وهو القسم الوحيد الموجود في القطاع. من حيث القضايا الجنائية يعني لو ذكرت لك بالعدد هناك أكثر من 800 جريمة تم ضبطها، أرسل منها للنيابة ولا جهات أخرى، تم موافاة الوزارة وشرطة المحافظة بلاغات رسمية، والمهام كثيرة، كذلك ضبط المخالفين في تسديد الرسوم مع المكاتب الحكومية، سواء مكتب الصناعة والتجارة أو مكتب التحسين أو البيئة أو جميع المكاتب على مختلف المكاتب، وكذلك الكهرباء. قمنا بعدة ضبط لتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية وتسديد رسوم الدولة، وهذا عبء كبير نتحمله، إضافة إلى ما نقوم به من مهام أمنية، إضافة إلى ما يصلنا من القضاء من توجيهات النيابة، تنفيذ أحكام قضائية ومرافقة القضاة لتنفيذ أحكام القضاء، وهذا بشكل كبير في داخل المحافظة. نعم. والذي يؤثر في ذلك أنه كما ذكرت لك نسبة التزايد السكاني والنمو في المحافظة، كونها محافظة آخر محافظة للمواطنين يحصلوا فيها على السكينة وعلى الأمن والاستقرار وعلى حفظ الحقوق والحريات، فهناك وافدين كثير من جميع مختلف محافظات الجمهورية. نعم، على مدار اليوم، على مدار السنة وعلى مدار الشهر واليوم. نعم. لا يمكن يمر يوم ما هناك فيه أسر داخله على المحافظة وعلى القطاع نفسه، وهناك لدينا رصد كل أسرة أو كل إنسان يصل مأرب لتسكينه، ما نعرف مقر مكانه، مقر عمله، أين يتجه. هذه من مهامنا. نعم. ونحن على استمرار في تلك العملية. نعم. القضايا الجنائية وأشير لها
قضايا السرقة، قضايا الاعتداء في أي مجتمع، أي مجتمع ينتج لا يخلو من هذه القضايا. وهناك ضغط في الجانب القضايا الجنائية كما ذكرت لك. نعم، بالنسبة للإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية بشكل عام. طبعا يا أخي لا شك أن أي عمل يقوم به أي شخص لا شك أن هناك نجاحات وفيه نوعا ما، لكن إذا كان الجانب المشرك هو الطاغي لا تحتسب الأشياء السلبية، وأي دور أو أي مؤسسة تقوم بعمل لابد ما يحصل أخطاء، وهناك سلبيات وهناك إيجابيات، لكن نحن نتخاطب مع الكل. لكن الإيجابيات الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتعاون المجتمع وتعاون المواطن وتعاون الجهات الرسمية تم تحقيق كثير من الإنجازات كما ذكرت لك سابقا. لو ذكرت يعني صميم عملنا كأقسام شرطة هو ضبط القضايا الجنائية بشكل عام، سواء قضايا جسيمة أو غير جسيمة، قضايا حدودية تم، وكما ذكرت لك وذكرت لك بالرقم قضايا مهولة، يعني عدد مهول، مع أن هناك ينقصنا في الكادر، في الاعتمادات، الأشياء كثيرة تنقص في العمل، لكن الله الحمد لله رب العالمين حققنا الكثير من بإمكانية متواضعة. نعم. طيب بالنسبة لتعامل الإخوة المواطنين معكم هنا في إطار المنطقة أو المربع، تعاملكم أنتم بشكل عام كونكم المسؤولين في قسم شرطة الروضة وأيضا مع رجال الأمن بشكل عام؟ فرصة أن نقدم الشكر لهم عبركم وعبر قناتكم. أنا أشكرهم من عمق قلبي كل مواطن يسكن داخل مأرب، والشكر خاص لمن أعيش بينهم في قطاع شرطة الروضة، هم السند وهم الرافد الوحيد لنا كأمن. لا ينجح أي أمن أو أي سكينة عامة في أي مجتمع كان مهما كانت الإمكانيات ما لم يكن هناك تعاون من المواطنين والحاضر الشعبية. هناك تعاون كثير من المواطنين ولهم منا كل الشكر والاحترام. ونعدهم أننا سنقدم لهم كل ما استطعنا من الخدمات، وسنجعلهم هم نصب أعيننا، وهم من نهف ونسعى لتحقيق أمنهم واستقرارهم. لا شك أن لو لم يكن هناك تعاون من الحاضر الشعبي والمجتمع المأربي والمجتمع الذي يسكن في المحافظة سيكون هناك نوع ما، لأن المواطن هو العين الأولى الموصل للرسالة للجريمة وللمجرم. بلغنا في كثير من القضايا من قبل المواطنين لا يمكن كان رجال الأمن يستطيعوا كشفها بسبب ملاصقتهم المجرم أو المكان أو الرقابة على مدار 24 ساعة، فكانوا هم جزء كبير، نشكرهم ونحييهم عبركم. نعم، كلمة أو رسالة أخيرة تود أن تبعثها عبر البرنامج لقيادة وزارة الداخلية وأيضا لقيادة شرطة محافظة مأرب مع السلطة المحلية. رسالتنا يا أخي، أول شيء نشكر الأخ الوزير، عندما زار محافظة مأرب التقينا به وعدنا بعدة مهام سيوفرها لنا، جلسنا معه وناقش كل قضايانا واستمع إلينا فردا فردا، فله منا الشكر والتقدير. كذلك نشكر شرطة محافظة مأرب ممثلها بمدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد، الشكر له وكل من يقوم ويقدم لنا ويسهل لنا الصعاب في تلك المحافظة. ولا ننسى دور عضو مجلس القيادة اللواء سلطان بن علي عرادة، له منا الشكر والتقدير بدوره الذي يقوم، وهو السند وهو المرجع والملجأ الذي نرجع إليه، يقدم كثير. ولا شك أن هناك نقص في بعض الأشياء التي قد تصعب علينا من مهامنا، وبالتالي عبركم نرجو أو أن تصل رسالتنا إليهم جميعا أن يلفتوا قليلا من انتباههم لأقسام الشرطة بشكل عام على مستوى المحافظة، كون قسم الشرطة هو من يمثل الدولة. نعم. وهو الدولة المصغرة، فإن أحسن الأداء أحسن وجه الدولة، وإن أساء الأداء أساء إلى وجه الدولة. نعم. المواطن دائما مرجعه لقسم الشرطة، سواء في أوراق اعتماده، أوراق معاملاته،
العقال، كل قضايا المواطن عبر شرط، عبر قسم الشرطة. فأرجو ونطالب منهم أن يلفتوا انتباههم لأقسام الشرطة بشكل عام، كونهم الواجهة الحقيقية الذي تمثل الدولة في على مستوى كل أنظمة العالم أو الأنظمة الجمهورية بشكل عام. عندما تصل أي بلد، أول ما تحتك برجل الأمن، أي مشكلة تحصل عليك في أي بلد تذهب إلى قسم الشرطة، ومن هنا تعرف تلك الدولة وتعرف الدولة التي دخلت من خلال أقسام الشرطة والمعاملة فيها. فإن شاء الله أن رسالتنا تصل إليهم، وشكرا لكم. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، بهذه الإنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققها قيادة قسم شرطة الروضة في محافظة مأرب، والتي تؤكد من خلالها استمرارها في تأدية مهامها وواجباتها الأمنية العظيمة التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتوفير الأجواء الآمنة للإخوة المواطنين. كل المدن والنواحي للأمن تهدي التحية، مثل الصقور العالية بواسل الداخلية، كل المدن والنواحي للأمن تهدي التحية. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة، آملين بحول الله تعالى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة مع مواضيع وأحداث جديدة. حتى ذلكم الحين، دمتم ودامت قواتنا المسلحة وعيوننا الساهرة بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عانق الأبطال يم البواسل، في جبالك في سهولك والسواحل، وانحني للجيش يا كل الشوامخ، واعزفي للحال للجيش المناضل.